الأهلي بيدخل مواجهة أسوان متربع على قمة طبعا بطولة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة زي ما حضراتكم عارفين، جمعها على مدى 19 جولة بعد ما حقق الفوز في 17 مباراة واكتفى بالتعادل في مباراتين. والأهلي طبعا دلوقتي بيمتلك أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 49 هدف، وكمان صاحب أقوى خط دفاع لأن شباكه ما استقبلتش غير 5 أهداف. لكن أسوان بيدخل المواجهة النهاردة وهو في المركز 13 برصيد 19 نقطة جمعها من 4 انتصارات و7 تعادلات و8 هزايم، وليه 21 هدف وعليه 30 هدف. الجهاز الفني للأهلي الحقيقة بقيادة ريني فايلر حرص على استئناف تدريبات الفريق بعد مواجهة الانتاج الحربي زي ما حضراتكم عارفين من غير أي راحة استعدادا لمباراة أسوان. وقائمة الأهلي جت كالتالي: محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو باجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايه وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ومصطفى شوبير. تشكيل الأهلي النهاردة المتوقع، يعني التشكيل بيشهد عودة الثنائي أيمن أشرف وأحمد الشيخ، وده طبعا بعد ما غاب ايمن عن الماتش الاولاني بسبب الماتش الاخير، يعني بسبب الايقاف. وبالنسبه للشيخ الحمد لله تعافى بشكل كبير جدا من اصابته، ومن المتوقع ان النهارده اللي هيقود خط هجوم النادي الاهلي النيجيري جونيور اجاييه. في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، خط الدفاع هاني الناحيه اليمين محمود متولي وايمن اشرف، ومعاهم على الناحيه الشمال علولو. خط النص هيبقى اليو ديانج ومعاه عمرو السوليه، ومعاهم قدامهم مجدي قفشه واحمد الشيخ وجيرالدو، وزي ما قلت لحضراتكم جونيور اجاييه احتمال كبير جدا. اللي بنقول لحضراتكم ده يعني خلينا نقول قرايه في طريقه تفكير مستر فايلر وتحضيراته لماتش اسوان. والحقيقه يمكن يعني تاريخ المواجهات بين الاهلي واسوان يعني ارقام قياسيه، يعني حقيقه يعني بنتكلم على الاهلي 18 انتصار بالظبط كده، هم لعبوا 19 مره مع بعض والاهلي كسب منهم 18 مره، بس اسوان قدر ان هو يكسب الاهلي في مره واحده بس، كان في موسم 97 98. هنروح نشوف مع حضراتكم التقرير ده ونرجع مره ثانيه.